بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي شيت فيه بعض الفيوهات ولقيت ان انا عايز انقل الفيو دوت للشيت التاني، كل اللي انا بعمله ان انا بفتح البروجكت براوزر واختار الشيت، اختار الفيو اللي انا عايز انقله واسحبه واحطه في الشيت الجديد. هو يفتح الشيت الجديد ويقول لي عايز تحط في اي مكان، اقول له مثلا في المكان دوت. هو اكيد طبعا بيمسحه من الشيت الاولاني لان ما ينفعش يبقى فيه فيو واحد موجود في أكتر من شيت.